السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو، لو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي بتنزل، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس عشان الكل يستفاد منه. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. شرح قواعد الوحدة الثالثة الصف الثالث في الثانوي. قواعد الوحدة الثالثة في الصف الثالث الثانوي بتتكلم عن future forms and tenses. future forms and tenses وهي صور وأشكال المستقبل وأزمنة المستقبل. أول حاجة عندنا future simple. future simple هو زمن المستقبل البسيط. بيتكون زمن المستقبل البسيط من الفاعل زائد will ونفي will won't. will معناها سوف، won't معناها سوف لا، زائد الفعل في المصدر. الفاعل زائد will أو won't زائد الفعل في المصدر. يبقى زمن المستقبل البسيط بيتكون من الفاعل زائد will زائد الفعل في المصدر، وفي النفي الفاعل زائد won't معناها سوف لا زائد الفعل في المصدر. مثال: I think it will be fine tomorrow. أنا أعتقد هي سوف تكون بخير غدا. بعد كده عندنا استخدامات زمن المستقبل البسيط. أول حاجة في استخدامات زمن المستقبل البسيط: on the spot decision, quick decisions اللي هي القرارات السريعة. بيستخدم زمن المستقبل البسيط في القرارات السريعة أو القرارات الفورية اللي أنا بتخذها أو القرارات المباشرة. مثال: I like these shoes, I'll buy them. أنا أحب هذا الحذاء، أنا سوف أشتريه. يبقى هنا ده قرار سريع. Father, I'm thirsty. أبي أنا عطشان، ده قرار سريع. لما أجي أقول Son, I'll get you some water. بني أنا سوف أحضر بعض الماء، ده قرار سريع. تاني حاجة عندنا future facts الحقائق المستقبلية. زمن المستقبل البسيط بيستخدم مع الحقائق المستقبلية. لما أجي أقول مازن will be 9 years old next month، يعني مازن سوف يكون لديه 9 سنوات الشهر القادم، يبقى ده حقيقة مستقبلية ان مازن هيبقى عنده 9 سنين في الشهر القادم. بعد كده عندنا التنبؤ القائم على الاعتقاد، وهو تنبؤ بدون دليل. prediction based on what we think without evidence، يعني تنبؤ قائم على اعتقاد. انا بعتقد حاجة ولكن بدون دليل، ما عنديش دليل عليها، استخدم زمن المستقبل البسيط. لما اجي اقول Egypt will play well in the next World Cup، يعني مصر سوف تلعب بطريقة كويسة في كأس العالم القادم. طبعا ده توقع، ما نعرفش مصر هتلعب بطريقة كويسة ولا لأ، يبقى ده توقع. والتوقع بدون دليل أو التنبؤ بدون دليل بستخدم زمن المستقبل البسيط. لما أجي أقول It will rain heavily tomorrow، هي سوف تمطر بغزارة غدا، هنا تنبؤ ولكن بدون دليل. تنبؤ بدون دليل تاني، ناخد زمن مستقبل البسيط. بعد كده عندنا verbs الأفعال ديت لما بتيجي بناخد معاها زمن المستقبل البسيط. فعل think يعتقد، believe يعتقد، expect يتوقع، promise يوعد، hope يأمل، predict يتنبأ. وexpressions تعبيرات زي be sure يكون متأكد، be afraid يكون خائف. وadverbs الظروف زي perhaps ربما، certainly بالتأكيد، probably من المحتمل، possibly من المحتمل. مثال لما اجي اقول I promise I'll get higher marks the next exam، انا اوعد ان انا هجيب درجات عالية في الامتحان او الاختبار القادم، يبقى هنا مع الوعد. لما اجي اقول I hope my brother will pass his driving test. My parents think that I'll become an artist one day. والدي يعتقدوا ان انا سوف اكون او سوف اصبح فنان في يوم من الايام. I am sure اسامة will win the race. انا متأكد ان اسامة او هيكسب او هيفوز بالسباق. Perhaps my boss will punish me for being late. ربما مديري يقوم بعقابي على تأخري.
The police will probably arrest the criminal. البوليس سوف من المحتمل يقبض على اللص أو المجرم. بعد كده عندنا بيجي مع offer. offer يعني العرض، زمن مستقبل بسيط بيستخدم مع العرض. لما أجي أقول I see that you have difficult with this question. Wait a minute and I'll help you. يعني أنا شايف إن أنت عندك صعوبة في هذا السؤال أو في هذه الأسئلة، انتظر دقيقة أنا سوف أساعدك. يبقى هنا بعرض المساعدة، يبقى لما أجي أعرض المساعدة أستخدم زمن المستقبل البسيط. بعد كده عندنا request الطلب، لما أجي أطلب حاجة من حد بستخدم زمن مستقبل بسيط. مثال will you help me with my homework حازم، ممكن تساعدني في الواجب المنزلي بتاعي يا حازم. يبقى الطلب بنستخدم زمن مستقبل بسيط. بعد كده threats التهديد، بستخدم زمن المستقبل البسيط مع التهديد. مثال if you make these mistakes again، لو انت عملت هذه الأخطاء مرة أخرى I'll banish you، أنا سوف أعاقبك. بعد كده warning التحذير، لما أجي أحذر حد بستخدم زمن مستقبل بسيط. لما أجي أقول factories must stop polluting the air or we won't be able to breathe، يعني المصانع يجب توقف تلوث الهواء أو سوف لا نستطيع التنفس. يبقى هنا ده warning تحذير بيستخدم معاه زمن المستقبل البسيط. نقول تاني استخدامات زمن المستقبل البسيط. أول حاجة زي ما احنا قلنا quick decisions القرارات السريعة. بعد كده خدنا future facts الحقائق المستقبلية. بعد كده خدنا prediction based on what we think without evidence، يعني خدنا التنبؤ ولكن بدون دليل. بعد كده خدنا verbs الأفعال think believe expect promise hope predict، وخدنا expressions تعبيرات زي be sure يكون متأكد be afraid يكون خائف. بعد كده adverbs الظروف perhaps certainly probably possibly. بعد كده خدنا offer العرض، بعد كده request الطلب، بعد كده threats التهديد، بعد كده warning التحذير. قاعدة going to، قاعدة going to بتتكون من الفاعل زائد am أو is أو are زائد going to زائد الفعل في المصدر. مثال لما أجي أقول there are black clouds in the sky it's going to rain، يوجد غيوم سوداء في السماء سوف تمطر أو هي سوف تمطر. يبقى هنا تنبؤ قائم على دليل، تنبؤ قائم على دليل. إذن قاعدة going to بتستخدم للتنبؤ القائم على دليل. لاحظ الفرق بين قاعدة going to وقاعدة will، إن قاعدة will بتستخدم التنبؤ بدون دليل، أما قاعدة going to التنبؤ بدليل. قاعدة going to بتستخدم للتنبؤ بدليل، وبرضو بتستخدم للخطط والنوايا والقرارات التي اتخذناها بالفعل. لما أجي أقول he is going to employ more staff as planned، هو هيوظف عمال أكثر كما هو مخطط له. إذن قاعدة going to للخطط والنوايا والقرارات التي اتخذناها بالفعل. وتاني حاجة اللي هو التنبؤ بدليل، زي ما احنا قلنا في الأول التنبؤ بدليل، لما قلنا في سحب سوداء في السماء هي هتمطر والدليل السحب السوداء، يبقى الدليل السحب السوداء. يبقى خدنا going to وخدنا زمن المستقبل البسيط باستخدام will و want زائد الفعل في المصدر. هناخد بعض الأمثلة أو بعض الحل على القاعدتين دول. أول حاجة the milk is boiling I the gas off، يبقى I will turn the gas off، اللبن بيغلي أنا سوف أطفئ البوتاجاز. يبقى هنا ده قرار سريع ياخد will زائد الفعل في المصدر. بعد كده the wind is getting stronger I think there a sandstorm، يبقى I think there is going to be a sandstorm. طب ليه خدنا is going to be وما خدناش will be؟ عشان هنا في تنبؤ قائم على دليل، والتنبؤ القائم على دليل ياخد قاعدة going to. لما قلنا الرياح أقوى سوف يكون، أنا أعتقد إن هيكون في عاصفة رملية، يبقى الاعتقاد ده قائم على دليل.
بعد كده the twins 17 next week، سوف يكون لديهم 17 عام الأسبوع القادم، يبقى دي حقيقة مستقبلية تاخد will turn. بعد كده look that boy it seems he can't swim، يبقى that boy is going to drown، يعني هذا الطفل أو هذا الولد سوف يغرق لأن هو يبدو عليه ما بيعرفش يعوم أو لا يستطيع السباحة. يبقى ده تنبؤ قائم على دليل، ياخد قاعدة going to تبقى is going to drown. بعد كده she a professional teacher when she grow up she has a strong intention، يعني هي سوف تكون مدرسة محترفة عندما تكبر لأن هي عندها نية قوية، هتبقى is going to be، is going to be عشان ده نية أو تخطيط في المستقبل، ولما احنا بناخد نوايا أو تخطيط في المستقبل بناخد قاعدة going to. زمن المستقبل المستمر بيتكون من will أو may زائد be زائد الفعل زائد ing، وفي النفي بيتكون من الفاعل زائد want أو may not زائد be زائد الفعل زائد ing. مثال I'll be playing at 7 p.m. tomorrow، أنا سوف أكون بلعب الساعة 7 غدا. يبقى هنا زمن المستقبل المستمر بيتكون من الفاعل زائد will أو may زائد be زائد الفعل زائد ing. بعد كده عندنا استخدامات زمن المستقبل المستمر. أول استخدام عندنا يستخدم للأحداث التي تكون مستمرة في وقت محدد في المستقبل، يعني أحداث هتكون مستمرة في وقت محدد في المستقبل. لما أقول don't phone me after 11 p.m. as I'll be sleeping at this time، يعني لا تهاتفني بعد الساعة 11 مساء، أنا سوف أكون نائم في هذا الوقت، يبقى ده أو حدث سوف يكون مستمر في المستقبل. بعد كده عندنا بيستخدم زمن المستقبل المستمر بيستخدم للأحداث التي سوف تحدث بالتحديد في المستقبل كنتيجة لروتين أو ترتيب. لما أجي أقول I'll be seeing Mr. Medhat tomorrow، يعني أنا سوف أرى مستر مدحت غدا، يبقى ده حدث سوف يحدث في المستقبل نتيجة لترتيب، سوف يحدث في المستقبل نتيجة لترتيب معين في المستقبل. بعد كده عندنا زمن المستقبل التام. زمن المستقبل التام بيتكون من الفاعل زائد will أو not زائد have زائد التصريف التالت. الفاعل زائد will أو want، will معناه سوف، want معناه سوف لا، زائد have زائد التصريف التالت. مثال I will have finished this report by midday، أنا سوف أنهي هذا التقرير في منتصف النهار. يبقى زمن المستقبل التام بيتكون من الفاعل زائد will أو want زائد have زائد التصريف التالت. أدي هنا الفاعل I زائد will زائد have زائد التصريف التالت للفعل. بعد كده عندنا استخدامات زمن المستقبل التام، يعبر عن حدث سوف يكون قد تم قبل وقت معين في الماضي، يعني حدث هيكون تم قبل وقت في الماضي، يعني بيدينا وقت ويقول لنا ان الحدث ده هيتم قبل الوقت ده في الماضي. لما اجي اقول by 8 o'clock tomorrow الساعة 8 غدا I'll have sent all this invitation cards، يعني انا سوف اكون ارسلت كل دعوات او كل هذه كروت الدعوة. يبقى وقت معين او زمن معين سوف يحدث فيه او يكون الحدث تم فيه، سوف يكون الحدث تم في هذا الوقت. بعد كده عندنا زمن المستقبل التام بيستخدم مع التعبيرات التالية before أو by، before أو by زائد فترة في المستقبل، يعني ممكن أقول before 2100 قبل 2100، ولما أجي أقول by 2100 قبل 2100 يبقى هنا before أو by زائد فترة في المستقبل. بعد كده عندنا by the time و till و until، by the time و till و until، by the time يعني بحلول الوقت وبوراه وقت، و till و until معناها حتى. مثال لما أجي أقول my wife won't have finished preparing the lunch till 4 o'clock، يعني زوجتي سوف تكون أو سوف لا تكون انتهت من تحضير الغداء حتى الساعة 4. بعد كده عندنا
in a week's time we'll have finished our exams. في حوالي أسبوع نحن سوف نكون انتهينا من امتحاناتنا. بعد كده عندنا بعض التمرينات على زمن المستقبل المستمر وزمن المستقبل التام. لما أقول by this time next week I my test results يبقى هتبقى will have known، عشان احنا قلنا ان زمن المستقبل التام بيعبر عن حدث سوف يحدث قبل مجيء الوقت، واحنا قلنا قبل اسبوع انا سوف احصل على نتيجة الاختبار يبقى will have known. بعد كده in an hour the time Ola home on the train تبقى Ola will be traveling home on the train، يعني في حوالي ساعة Ola سوف تسافر الى البيت باستخدام القطار. يبقى هنا خدنا زمن مستقبل مستمر لان احنا قلنا ان زمن مستقبل مستمر بيعبر عن حدث سوف يكون حدث في وقت محدد في المستقبل، واحنا قلنا هنا في غضون ساعة او في خلال ساعة علا سوف تسافر الى المنزل باستخدام القطار. بعد كده by this time next year we into our new house يبقى will have moved. will have moved زمن مستقبل تام لان احنا زمن المستقبل التام زي ما احنا قلنا اللي بيعبر عن حدث سوف يكون قد تم قبل حلول الوقت، واحنا بنقول قبل حلول هذا الوقت من السنة القادمة احنا سوف نكون في منزلنا الجديد. بعد كده I can't come shopping on Monday morning because I هتبقى will be working، لان احنا قلنا ان زمن المستقبل المستمر بيعبر عن حدث سوف يكون حدث في وقت محدد في المستقبل، حدث سوف يكون او سوف يحدث في وقت معين في المستقبل. بعد كده by the time my holiday is over I lots of interesting places هتبقى will have visited، عشان احنا قلنا ان زمن المستقبل التام بيعبر عن حدث سوف يكون تم في وقت معين او قبل وقت معين في المستقبل، واحنا هنا بنقول قبل ما اجازتي تخلص انا سوف ازور اماكن ممتعة يبقى will have visited. تكون زمن المضارع البسيط من الفاعل اللي هو he و she و it او I و we و you و they زائد الفعل في المصدر زائد تكملة الجملة، وبنضيف للفعل s او es او ies اذا كان الفاعل هي او شي او ات او اسم مفرد. لو الفعل بينتهي ب ss او sh او ch او o او x بنضيف es للفعل اذا كان بينتهي بالحاجات ديت، مع الفعل يكون هي وشي وات بنضيف es. اما اذا كان الفعل ما بينتهيش بالنهايات ديت بنضيف s مع هي وشي وات والاسم المفرد. ولما يكون الفعل منتهي بواي قبل حرف ساكن حول الواي الى اي ثم نضيف اي اس مع برضو هي وشي وات والاسم المفرد. اما مع وي ويو وزي والاسم الجمع بنجيب الفعل في المصدر بدون اي اضافات. مثال لما اقول the train to Asyut leaves at 6 o'clock tomorrow morning يعني القطار اللي رايح اسيوط سوف يغادر الساعة 6 غدا صباحا، يبقى بستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن جدول محدد او برامج او مواعيد ثابتة مثل مواعيد القطارات والاوتوبيسات والسينما والمسرح والتلفزيون والامتحانات. يبقى اي جدول امتحانات او اي جدول سينما او مسرح او اوتوبيسات او قطارات بستخدم زمن مضارع بسيط. لما اجي اقول the film starts at 9 p.m. الفيلم سوف يبدأ او الفيلم هيبدأ الساعة 9 مساء يبقى ده جدول مواعيد مسرح سينما. بعد كده the plane arrives at Cairo airport at 7:30 يعني الطائرة سوف تصل الى مطار القاهرة الساعة 7:30. يبقى استخدمنا زمن مضارع بسيط عشان زمن مضارع بسيط بيعبر عن مواعيد القطارات او الطائرات او المسرح او السينما او الامتحانات او التلفزيون. بعد كده عندنا استخدام زمن المضارع المستمر كصيغة من استخدامات او اشكال المستقبل. بيتكون زمن المضارع المستمر من الفاعل زائد am و is و are زائد الفعل زائد ing. زمن المضارع المستمر بيتكون من الفاعل زائد am او is او are زائد الفعل زائد ing. مثال
I am meeting Mr. Ibrahim at his office at 10 a.m. tomorrow. يعني أنا سوف أقابل مستر إبراهيم في مكتبه الساعة 10 غدا. يبقى هنا تكون من الفاعل زائد am زائد الفعل زائد ing زمن المضارع المستمر، بيعبر أو كصيغة من صيغ المستقبل، وبيستخدم كصيغة من صيغ المستقبل في الاستخدام الآتي: يستخدم زمن المضارع المستمر للتعبير عن صيغ المستقبل مع الأشياء التي يتم الترتيب لها في المستقبل القريب. يعني لما أكون مرتب لحاجة في المستقبل القريب أستخدم زمن مضارع مستمر. مثال لما أجي أقول I am flying to London tomorrow morning، أنا مسافر إلى لندن أو أنا أطير إلى لندن غدا صباحا، يبقى ده ترتيب في المستقبل القريب، يستخدم زمن المضارع المستمر. لما أجي أقول We are giving a party tomorrow، يعني إحنا هنعمل حفلة بكرة أو غدا، يبقى ده ترتيب في المستقبل، كل حاجة مترتب لها، يبقى الترتيب في المستقبل القريب يستخدم زمن مضارع مستمر. عندنا بقى بعض الأمثلة أو بعض الحلول على زمن المضارع المستمر وزمن المضارع البسيط. لما أجي أقول The band Denmark next May they have already made arrangements، يعني هم بالفعل عملوا ترتيباتهم، تبقى على طول are visiting، يعني هتزور الدنمارك مايو القادم، لأن هنا في ترتيب، وإحنا قلنا الترتيب في المستقبل بياخد زمن مستقبل مستمر، وزمن المستقبل المستمر بيتكون من الفاعل زائد أما وإذا وآر زائد الفعل زائد آي إن جي. بعد كده he is flying to London at the weekend his flight at 5:30 تبقى leaves. leaves عشان ده جدول مواعيد، جدول مواعيد طائرة الساعة 5:30، يبقى ناخد زمن مضارع بسيط، وزمن المضارع البسيط بيتكون من الفاعل زائد الفعل مضاف له اس او اي اس، هنا ضفنا اس عشان الفاعل اسم مفرد والفعل طبعا ما بينتهيش باي نهاية من اللي احنا قلناهم، فعشان كده ضفنا اس بس. بعد كده we to Alexandria in July all things are okay، يبقى are moving، استخدمنا are moving عشان ده زمن مستقبل مستمر بنستخدمه لما نيجي يكون في ترتيب في المستقبل القريب. بعد كده my English lesson at 10 tomorrow morning هيبقى starts عشان ده جدول مواعيد، واحنا قلنا ان جدول المواعيد بياخد زمن مضارع بسيط. بعد كده it's arranged with the Red Sea this summer هتبقى are going to زمن مضارع مستمر عشان هنا في ترتيب في المستقبل القريب، وترتيب في المستقبل القريب بياخد زمن مضارع مستمر. ودي كانت صيغ المستقبل معنا في شرح قواعد الوحدة الثالثة في الصف الثالث الثانوي.